احنا جايين هنا في المعرض الخيري بنقدم الشغل اليدوي بتاعنا، عباره عن حاجات طقسيه، حاجات فرعونيه، شنط بالجلد، اكسسوارات، حاجات افراح. فجميع المنتجات، لان احنا اصلا المبادره دي بقى لها 10 سنين شغاله. اولا كانت للمعاقين، وبدات دلوقتي اللي هم المعاقين والام المعيله والست المراه المعيله. بندرب مجانا وعملنا كذا تدريب مجانا في 8 محافظات. هدف المعرض، احنا عندنا حرف يدويه وتراثيه بدات تندثر في المنطقه. الحرف دي حضرتك خاصه بمنتجات خان الخليلي زي النحاس والفضه والمنتجات الفرعونية والإسلامية. الحرف دي ابتدت تندثر، فاحنا كنا عاملين مبادرة لإحياء الحرف اليدوية، والسنة اللي فاتت كنا عاملين المعرض الأول للحرف اليدوية هنا في شارع المعز، وفكرنا السنة دي نعملها لتسويق المنتجات بتاعت مؤسسة الجمالية الاجتماعية وهي خاصة بالأيتام. احنا عندنا في وزارة الآثار طبعا في الإدارة العامة للقرية التاريخية التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبالذات المنطقة اللي احنا فيها الحيوية شارع المعز لدين الله بالقرية التاريخية وأهالي الجمالية، لازم ننسق ونتعاون معاهم، لأن احنا الآثار أو مش هنقدر نحافظ على الآثار ولا النسيج العمراني للمنطقة اللي احنا موجودين فيها غير بتعاون مع أهالي المنطقة. وجزء مهم جدا من شغلنا التراث، تراث اليد والحرف اليدوية اللي حضرتك شايفاها اللي هي أصل المكان. يعني المكان زي ما هو غني بالآثار هو غني أيضا بالحرف التراثية. هنلاقي عندنا هنا منطقة النحاسين، هنلاقي عندنا منطقة التنبكشية، التنبك اللي هو التبغ أو اللي هي بالمصطلح البلدي دلوقتي الشيشة. فكان مهم جدا إن احنا نتواصل مع أهالي المنطقة وننسق مع مؤسسة الجمالية الاجتماعية والإدارة العامة للقرية التاريخية وزارة الآثار بالتنسيق ونعمل المعارض دي، لأن دي مهمة جدا إن احنا بنحبب الناس في الآثار وفي البيئة المحيطة. احنا مشاركين النهاردة بفرقة فريق الفنون الشعبية بتاع اللي هو نادي الثقافي الاجتماعي، ومشاركين بكل منتجات الأسر المنتجة اللي هي بنسوق لها منتجات.